أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية منها والدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم، البداية من مجلة الكاردينية ونقرأ منها مقالا للكاتب سعد ناجي جواد. ففي ذكرى اليوم المشؤوم يقول جواد: يوم احتلال بغداد، هل من علاقة بين ذلك الحدث الكارثي والمأساوي وما يجري في غزة؟ سؤال وجيه. يقول الكاتب إن يوم 9 من نيسان 2003 أعتبره من أسوأ أيام حياتي وأكثره إيلاما للنفس، والسبب هو إيماني المطلق أن كل ما يحدث في العراق والأمة العربية والإسلامية وفي فلسطين وغزة بالذات كان سببه ذلك الحدث المشؤوم الذي وقع على العراقيين والعراق. ويضيف الكاتب: وسواء اتفق معي من يقرأ رأيي المتواضع هذا أو اختلف، فإني على يقين تام بأن احتلال العراق وتدميره عن قصد وسبق إصرار كقوة إقليمية وعربية سهل بعد ذلك مسألة التلاعب الأمريكي الصهيوني البريطاني الغربي بالأمة العربية، وشجع على تكرار ما جرى للعراق والعراقيين في دول عربية أخرى. إننا كنا على يقين أن الغرض من احتلال العراق كان لتدميره حفاظاً على أمن الكيان الإسرائيلي أولاً، وللسيطرة على ثرواته ثانية، ولجعله عبرة لباقي دول المنطقة التي ترفض المخططات الصهيوأمريكية ثالثاً. وهذا ما حصل رغم كل الادعاءات بوجود أسلحة دمار شامل والتباكي على حقوق الإنسان العراقي. أما من حكم العراق بعد عام 2003 فلقد فشل فشلاً ذريعاً في بنائه كقوة إقليمية فاعلة، وما نتج عن الاحتلال هو كيان ممزق وبأكثر من رأس وبدعم من الأطراف التي خططت لاحتلاله: الولايات المتحدة، بريطانيا، إسرائيل. وذهبت ثرواته الهائلة ولا تزال تذهب إلى جيوب الفاسدين، ولا يزال هذا التحالف حريصاً على قتل كل بارقة أمل تعطي الانطباع بأن العراق بدأ باستعادة بعض من عافيته أو قوته. وسيظل الأمر كذلك حتى ينتبه أبناؤه إلى هذه الحقيقة ويطهروا بلدهم من كل الفاسدين والحريصين على تقسيمه أو إضعافه، سواء عن جهل أو عن دراية وتخطيط خارجي. في ذكرى الغزو ومن موقع خانة الرافدين نقرأ تقريرا بعنوان: 21 عاما على احتلال العراق، في كذبة العصر الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية في احتلالها غير الشرعي للعراق حصلت على أكثر مما ساومت عليه بكثير، وأطلقت العنان لتدمير العراق سياسيا واقتصاديا، ومنح إيران فرصة تاريخية للاستحواذ على العراق. ويقول التقرير: تجمع وتجمع كذلك مراكز الأبحاث الجيوسياسية في العالم، وبعد 21 عاما تماما على احتلال العراق والعراقيين من قبل القوات الأمريكية، وما لف لفها على أنه مهما اختلفت الأسباب لهذا الغزو غير المشروع وغير المقبول، تبقى النتيجة واحدة وكارثية، وهي تدمير البنية التحتية العراقية ونهب النفط العراقي وإغراق البلد في الفوضى والصراع الطائفي والفساد السياسي، وجعله مرتعا لتصفية الحسابات بين اللاعبين الدوليين الأساسيين، وذلك بسبب ادعاءات أثبتت الأيام والأدلة أنها لم تكن سوى أكاذيب محضة. وبعد 21 سنة من دخول القوات الأمريكية بغداد في 9 من نيسان عام 2003، من الواضح أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارها بغزو العراق، ثم بدأت تبحث عن ذرائع الاحتلال راح ضحيته أكثر من 1 مليون عراقي، رغم معارضة كل العالم تقريبا له، بمن فيهم أقرب حلفاء الولايات المتحدة، حيث تظاهر مئات الآلاف في مختلف العواصم الأوروبية. وأجمع باحثون على أن ذكرى احتلال العراق جريمة ضد السلام بعد الهزيمة المريعة للقوات الأمريكية في أفغانستان وموقف الغرب من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا.
وكانت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق قد قالت إن تسلط الطارئين من عصابات السوء السياسية وتحكمها بالعراق وثرواته ونشر الإفساد والقتل والتجهيل هو أمر مقصود وهدف منشود أراد الاحتلال منه أن يتخفى تحت مظلة مصطلحات التحرير والديمقراطية والتنمية الزائفة من أجل التمكين لمشروعه السياسي وتقنين التهميش والإقصاء دستورياً وقانونياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً وتعميم الطائفية السياسية وجعلها واقعاً مفروضاً على الشعب العراقي كله مما أدى إلى إلحاق ضرر فادح بنسيجه المجتمعي. يقول كاتب أمريكي إسرائيل ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة في العراق، حيث نشر صحيفة نيويورك تايمز مقال رأي للكاتب ديفيد فرنتش حمل عنوان إسرائيل ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته أمريكا في العراق. وقال الكاتب إنه بعد مرور 6 أشهر تماما على الحرب في غزة بدأ ينتابه شعور مزعج مفاده أن إسرائيل تواجه العديد من التحديات التي مرت بها الولايات المتحدة في العراق وترتكب نفس الأخطاء في غزة. يعلق فرينيتش على جملة وردت في مقال نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، جاء فيها أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء مرة أخرى ما هو إلا محاولة الجيش لاقتلاع ما يقول إنه تمرد متجدد من قبل الجماعات الفلسطينية في شمال غزة. ويرى الكاتب أن ما وصفه التمرد المتجدد يعني أن إسرائيل تفعل بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة في حرب العراق عندما قاتلت مرة أخرى على أرض يفترض أنها استولت عليها. وأشار الكاتب إلى أن الحصيلة الفادحة من القتلى والمجاعة ما هما إلا نتاج مباشر للحرب، ويضيف أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الانتصار حتى يوفر الاحتياجات الأساسية لأهل القطاع، وهذا ما تعلمته الولايات المتحدة من حروبها في الخارج. ويضيف فرينيتش أنه ولحين ملء الجيش الإسرائيلي الفراغ الناشئ إما من خلال إدارته الفعالة وإما بتحالف إداري، فإن حماس لديها فرصة كي تعود مرة أخرى. وأشار إلى أن ملء الفراغ يكون بطريقة محددة تراعي سلامة المدنيين وأمنهم وتوفير احتياجاتهم، وهذا ما فشلت فيه الولايات المتحدة في حربها في العراق. نشرت صحيفة سبكتاتور البريطانية مقالا عده رئيس تحرير صحيفة جويش كرونيكل اليهودية جاك واليس مونز، أشار إلى انتصار حركة المقاومة الإسلامية حماس على دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية بعد أكثر من 6 أشهر تماما من الحرب الدموية الهوجاء. وشدد الكاتب على أن وعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق نصر كامل على بعد خطوة واحدة فقط في قطاع غزة لا يتعدى كونه كلمات جوفاء، وذلك في ظل انسحاب جيش الاحتلال وتصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني المحتل وحتى في الخارج. انهيار الحملة الإسرائيلية في غزة التي بدأت بعد هجوم 20 أكتوبر كان بمنزلة نذير لما قد ينتظرنا في المستقبل. لقد حددت إدارة بايدن الآن موقفها العلني ضد غزو رفح، وحتى لو تأخرت المناورات حتى 22 نوفمبر فإن طبيعة دعم دونالد ترامب تظل سؤالا مفتوحا. صحيح أن الأمريكيين أرسلوا آلاف القنابل وأسطولا من طائرات F-35 إلى إسرائيل قبل بضعة أسابيع، لكن هذا الأمر صدر قبل سنوات ولا يشكل أي ضمان للأحكام المستقبلية. لقد جعلت الحرب دعم إسرائيل أكثر سمية من أي وقت مضى مع دعاياتها المتواصلة من الجانب الآخر. فبعد 6 أشهر من الدم والدموع ما هي النتيجة؟ دمار هائل في غزة واحتلال جزئي للشمال، ولكن لا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في الأسر، كما أن حماس على الرغم من تدهورها لا تزال بعيدة عن التدمير، ولا تزال 4 كتائب في الأقل تعمل في رفح، ولا يزال السنوار طليقة.
إن هجمات حماس المتفرقة حتى في الشمال هي شهادة على هشاشة هيمنة الجيش الإسرائيلي عندما لا يكون له مكون محلي. ومن صحيفة الاندبندنت عربية نقرأ مقالا بعنوان إيران وإسرائيل وأمريكا حدود الحرب بالوكالة للكاتب رفيق خوري. يقول خوري: ليس قليلا إطلاقا عدد الشخصيات الإيرانية التي دعت إلى رد كبير وصولا إلى محو إسرائيل من على الخريطة الجيوسياسية للعالم برمته. بحسب رئيس تحرير صحيفة كيهان المقربة من المرشد الإيراني الأعلى، يقول الكاتب: إيران تقاتل إسرائيل وأمريكا بالوكالة عبر أذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وإسرائيل تضرب الوكلاء والشخصيات والمواقع الإيرانية خارج حدود إيران وأمريكا، تقصف الوكلاء وتختار شخصيات إيرانية مهمة لاغتيالها، كما فعلت بقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مؤخرا على طريق مطار بغداد في ليلة ظلماء. السؤال الحائر أيضا هو: هل انتهت مرحلة الحرب بالوكالة؟ أم أن الخيار لا يزال الصبر الاستراتيجي والنظرة السائدة في محيط المرشد الأعلى حول تخطيط إسرائيل لتوريط إيران في حرب شاملة تدخلها أمريكا لكي ترتاح هي ولا يجوز الوقوع فيها؟ المؤكد حتى الآن أنه لا إيران تريد ولا أمريكا تريد حربا شاملة واسعة، وملال إيران يرون أنه لا مصلحة لهم في تكبير الحرب، وأن الاشتباكات المحدودة بالوكالة تكفيهم لدور القوة الإقليمية العظمى. والرئيس جو بايدن الذاهب إلى انتخابات رئاسية صعبة في الخريف لا يريد حربا مع إيران، يعرف أنها تدمر فرصته الانتخابية إن لم يستطع التوصل إلى اتفاق أو نوع من التفاهم مع طهران. والسوابق مكتوبة على الجدار، فبعد اغتيال قاسم سليماني وهو أهم بكثير من الذين جرى اغتيالهم في القنصلية، قررت إيران الرد على القوات الأمريكية في العراق، فاختارت قصف قاعدة الأسد العراقية التي تستضيف قوات أمريكية، لكنها أبلغت رئيس الوزراء العراقي وبالتالي الأمريكيين بموعد القصف ومكانه، حيث جاءت الأضرار مادية ولا تدفع واشنطن إلى التصعيد. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. بعد مرور أكثر من 6 أشهر من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة،
يصف رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا الدكتور رياض مشارقة الوضع الصحي هناك بأنه كوارث بعضها فوق بعض، حيث لا توجد أدنى معايير الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدم لبشر. هذا ليس اشتطاطا من الكاتب، بل هذه هي الحقيقة. كما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن إحراق المستشفيات وقصفها كما فعل في مستشفيات الشفاء وكمال عدواني وخان يونس، بل يمنع دخول أبسط الأدوات والمستلزمات الطبية فضلا عن المضادات الحيوية والأدوية المنقذة للحياة الآدمية. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مخيم جباليا دمار شامل، في الشيشي حتى لا يوجد بهجة عيد ولا يوجد أجواء عيد. كما ترون الأطفال يلعبون على الردم وعلى الحجار وإحنا بنعمل ترفيه. قبل الحرب كان فيها ألعاب كثير، واليهود أجوا دمرونا، دمروا البيوت. هاي زي ما أنت شايف حواليك دمار شامل في هذه الحرب 2024. هيك شايف دمار، هذا بالحرب اخترعوها الاولاد الصغار. عملنا هذه اللعبه عشان كل العابنا تدمرت وبيوتنا تدمرت وما فيش ايش نلعب عليه، جبنا هذه الماسوره نلعب عليها. إلى اللقاء.